السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جيت لكم بواحد الوصفة جديدة محبوب الجماهير، وهو الدجاج محمر ولكن ماشي في الفرن، في الكوكوت أو طنجرة الضغط. يجي رائع، لذيذ جدا، وفتي وكيدوب في الفم. خليكم معايا باش نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير اللي غنحتاجو: القليل من القزبر ومعدنوس، 2 معالق كبار من زيت الزيتون، ملح على حسب الذوق، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، رأس ملعقة من الزنجبيل، وملعقة صغيرة من الكركم، تقريبا نصف كأس ماء، كأس العنبة، فص ثوم، نصف ملعقة من السمن، مكعب المرق بنكهة البقر أو الدجاج، الدجاج طبعا، طنجرة الضغط، وخلاط اللي تقدروا طبعا تستغنوا عليه. دابا غنمروا كيفية التحضير. كنوضعوا القزبر ومعدنوس، الزيت، التوابل، السمن، مكعب المرق ونصف كأس من الماء. كنخلطوا جميع المكونات باش نحصلوا على ماريناد. كنوضعوها في إناء وكنشرملوا بها الدجاج جيدا. كنوضعوه في طنجرة الضغط، كنوضعوا عليها الصفارة ديالها، كنحطوها على عافية مهيلة لمدة ساعة كاملة. هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج محمر في الكوكوت او طنجره الضغط. كيجي رائع جدا، انا شخصيا كيعجبني بزاف. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش دعموني بلا لايك ولي كومونتير. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه، فضلا منكم ضغطوا على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات. كنشكركم على المشاهده ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.